اللفت مال السوق، ومش معقول بقى يعدي الموسم من قبل ما نعمل شوية مخلل اللفت كده زي الفل. ابدأوا معايا الفيديو، حطوا لايك وعملوا معايا اشتراك في القناة، ويلا نبدأ على بركة الله. جبت كده 3 كيلو من اللفت وحطيتهم تحت الحنفية في طبق غويط، وشغلت عليهم المية السخنة علشان يدوب كل الطينة. عندي كمان 2 كيلو كنت جايباهم في اليوم اللي قبلها بيومين، فهحط كل الكمية دي وهنضفها تحت الحنفية. سبتهم ربع ساعة كده، هسيبهم ربع ساعة لحد ما الطينة تدوب. بعد ربع ساعة جيت جبت الليفة والمصفى كده، وهغسل واحدة واحدة واحطها في المصفى كده. عاوزين اللفت بتاعنا يبقى نضيف خالص علشان احنا مش هنقشره كله. لو لسه ما حطيتوش بقى لايك للفيديو، حطوا لايك وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، ولو ما تابعتونيش لسه على اليوتيوب اعملوا متابعه كده وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو انزله على القناه. زي ما قلت لكم دول 3 كيلو، هجيب بقى ال2 كيلو التانيين وهعملهم انضفهم، وبعد كده هرجع لكم تاني. بعد ما خلصت الكمية كلها ونضفتها هقشرها بالشكل ده. بشيل بقى ايه العنش الاخضر، لو حابين تعملوا العروق الخضرة دي طعمها بيبقى حلو قوي برضو، اعملوها. بس انا بقى عشان يعني العلبة اللي انا هعمل فيها مش كبيرة، والكمية اللي عندي كبيرة يعني كمية حلوة، فمش هعمل العنوش الخضرة. شلت بقى الديل بتاع اللفتاية، هشيل العنش الاخضر وديل اللفتاية كده بالشكل ده واقشرها، والحتت اللي هي البنفسجي الحلوه دي مش هشيلها. دي بقى ايه شكلها حلو كده، والحته النظيفه هي اللي هسيبها. بس هغسل تحت الحنفيه كده باستمرار بالماء الجاري كده حاجه، ونطلع شويه لفت زي الفل. هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. بصوا لو حته كده متعجنه ولا حاجه يعني بشيلها. بعد كده بعد ما خلصتهم تنظيف، جبت بقى العلبة بتاعتي والقطاعة، وبالسكينة بقطعهم بالشكل ده. ما بتيجي تشتري اللفت، تشتري بقى الايه اللفت الصغير، ما تشتريش اللفت الكبير علشان ده، وما تركنهوش برضو كتير. لو ركنتيه بيفضي من جوه وبيبقى زيه زي الشايخ كده، ولو برضو جبتي الكبيرة بتبقى شايخة من جوه ما بتبقاش حلوة. فانتي لما تيجي تنقيه نقي اللفتاية التقيلة الصغيرة اللي هي حجمها متوسط صغير كده، وتكون ايه تقيله في ايدك. بعد كده بالسكينه وقطعته بالشكل ده. يعني برضو لو لقيت حاجه عاوزه تتنضف او تتشال منها برضو حته يعني بشيلها برضو وانا شغال. لو عندك بقى قطاعه بتطلعهولك زي اللي بيجي من بره زي المخلل الجاهز، قطعي بيها. ما عندكيش اعملي بالسكينه كده ومش هيقول لا. وهقطعه كله قطع صغيره زي كده اهو، زي ما انت شايفين كده. اللي بلاقيها يعني فيها حته مش عجباني متعجره مثلا من الشيل والحط بقطعها. بعد ما خلصت الكميه كلها بالشكل ده، هجيب بقى الملح الخشن، هنزل عليهم بكده ب6 معالق من الملح الخشن، هرشرشهم على وشهم كده. وهسيبه بقى ايه مده 3 ساعات. لو انت هتعمليه من بالليل ممكن تسيبيه من بالليل للصبح. هقلب بقى الملح فيه كده، والكمية دي كلها هتخس معايا. بعد ما هنركنه هفضيه كله في المصفى عشان المية تتصفى منه، واغطيه بغطا زي ما قلت لكم 3 ساعات. بعد ما ركناه 3 ساعات الكمية بتاعتنا خست خالص اهي، صفى مية شوية يجي لتر مية. هنكب المية دي، في ناس بتضيفها وانا قبل كده عملته برضو وضفت المية دي، بس انا مش حابة اضيفها المرة دي. فكده حطيت المخلل في العلبة، والعلبة بتاعتنا بقى خدت المخلل لما عملناه، لما صفت المية منه. انما لو هو لسه ما صفاش مية العلبة دي مش هتاخده خالص. طلعت كده زي ما قلت لكم 5 كيلو من اللفت. بعد كده جبت لترين من الميه، غليتهم على النار وسبتهم ايه لما هديوا خالص. بعد كده نزلت عليهم بمعلقه من الخل ربع كوبايه من الخل ومعلقه من الملح. ما حبيتش اضيف ملح كتير
علشان خفت بقى ان هو يبقى حادق وكده، عشان انا ضايفة الملح بتاعه اللي هو ايه 6 معالق، المفروض 10 معالق، ياخد 10 معالق، 5 كيلو، كل كيلو ياخد 2 معلقة من الملح. الملح كده انا قلت هجربه، هعمله كده، والصبح كده مثلا او لما يعدي عليه 5 6 ساعات نشوف بقى كده الملح بتاعه مظبوط تمام، مش مظبوط بتزودي. انا زودته 6 معالق من الملح ده كده عشان تبقوا عارفين الوصفة بالظبط. انا زودته 6 معالق من الملح، لقيته دلع فزودته 6 معالق ملح غير اللي ايه اللي احنا حطيناهم في الاول، بس عشان احنا صفينا المية منه. بعد كده جبت كيس من كيس التخزين وحطيتها كده عشان نكتم المخلل وعشان الهواء يطلع خالص، ما يبقاش في هواء يعفن ولا كده. بتسيبيه حوالي اسبوع، ممكن بعد 3 ايام لو حابة تاكلي منه بيتاكل منه عادي، عاوزة تسيبيه اسبوع سيبيه. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.